بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رمضان 1444 هجري، هنا في هذه القرية، قرية باسم كورلامي، منطقة دوسو، دولة النيجر، حيث نقوم بتنفيذ هذا المشروع من مجلس اندونيسيا. هنا عندكم سلات غذائية رمضانية لصالح هذه سكان هذه القرية. وها هنا المستهدفين، الأسر الأكثر ضعفا وتعففا في القرية. نسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المشروع المبارك أن يجزيهم الله خير الجزاء، وأن يتقبل هذا العمل في موازن حسناتهم وحسنات والديهم، وأن يرزقهم الله الجنة الفردوس الأعلى. نحن اليوم 26 من شهر رمضان المبارك 1444. هنا عندكم مكونات السلة. السلة الواحدة متكون من كيس من الأرز، كرتون من مكرونة، لتر من الزيت، علبتين من طماطم، كيلو من السكر، كيلو من الملح، وعلبتين من الحليب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جعله الله في موازن حسناتكم وحسنات والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما زلنا في هذه القرية عند توزيع هذه السلات إن شاء الله، وأهالي القرية إن شاء الله سوف يدعون الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنجاح في الدارين لأصحاب المشروع إن شاء الله. معنا شيخ القرية، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الذي ما وجد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط. حرمة اللهم يا حي يا قيوم يا داهم يا قهار يا قهار من أردني بدر بقارك، يا من كرج آدم في الجنة ورده، ويا من يدر أيوب وصفيته، ومن جعل عبد لموسى ونجيته، ويا من أرفع عيسى إلى سمائه، ويا من يونس في بطن الحوت وكرجته، ومن نجا نوح لكم فأجر قومه ونجد، ويا من في البلد الذي قال اليهود آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور الخاتم لما سبق، ناظر لك بالحق الهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله أكدر من داره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جعله الله في موازن حسناتكم.